قال لي يا حكيم عم جاني المحروس. فحصوا قال لي بيك شيء، قال لي عيد بس بيني وبينك زهقان، قلت تسلي لي شوي. ليه ولد حكيمي؟ محروس يعني تعبير حافظ هايبر معهول يعني هايبر محروس. انت بدي اقول لك يعني كفيلي في ختيارة مع بسام ميت، وقفت بوسطة قلت له الشوفير معي قط ميت وين بدك تقعدني؟ قال لي قعدي هونيك حد ما بتقتلي نفس الشيء. ليك هو اكيد انت بتخترعني اكيد. ما معقول يا خيي يا خيي مش سامع بحياتي. شيف جاره اسمه الياس عم بيطير ما شاف القصه لقيه كبيره ما راح خبر مارته، شافت نهار شاف عمك الياس كيبس مارته، قال له مش حق على الياس حق على العطيك الياس. كمان انا عم بضحك الله. اسم الكاميرا انك عم تضحك. الله مش حق عليك صح اللي عليك قوية. الوحدة فال جوزها من البيت، اجى صاحبتي رجع جوزها. شو هيدا يا ماما؟ قلت له رجل الي بيساعدني بالشطف والعزيل. طلع قال مش مصدق. حطه طوبزه ما يمشيش حيل، قال اجيب الزيت يا ماما. ما فيش حدا. قال اجيب المقدح. صار غريق نرجع محاولة بالزيت، نرجع محاولة بالزيت، نرجع محاولة بالزيت. قال لك بالزيت قاينة. نرجع محاولة. ايه وعلى الكمبيوتر على كربوع نرجع المحاولة بالزيت. انه روبو مزبوط هو. يا الله. قلت له يا ماما انا مش مزبوطه من تحت. قلت له جيبي فرقعه بس بيقرب عليك جوزك ولا عيو. قلت له صرت مرة رجال بيمشي الحيل. جابت مش ليل ديوكي اخو شليت. ثلاث ديوكي؟ مش ليل ديوكي من مش ليل؟ يعني قرب عليا جوزها ولعت الفرقعات وبجت الدنيا. قلت له رجال صرت مرة. قال له وانا كمان.